لو الحكاية فيها إن فيديو. اللهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول، محكمة فروعه بالأصول، بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين. في حلقة اليوم من برنامج أنت تسأل ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يجيب، يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ محمد عبد الرحمن المفتي بالمركز. مرحبا بفضيلة. أهلا وسهلا أخي الكريم. شيخ محمد، ما حكم فتح المقاهي والمطاعم في نهار رمضان؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نقول وبالله التوفيق أن حكم فتح المقاهي في نهار رمضان لا يجوز شرعا، لأن هذا إعانة على معصية ومجاهرة بها وبهذا كسر هيبة العبادة، وهذا ممنوع شرعا. وبالنسبة لفتح المطاعم في نهار رمضان فالحكم في هذه المسألة للأعم الأغلب، إذا كان في بلد يغلب عليها الصيام فلا يجوز فتح المطاعم إلا لضرورة، وإذا كان عامة أهل هذه البلد أو القرية للصيام لا يصومون فيجوز فتح المطاعم، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.